ببركه. ما رتبتش اني اغني يا بلادي، وهو ده سر النجاح، اني ما رتبتلهاش. انا كمصري كان نفسي اشارك في الوقت ده بالحاجه اللي اعرف اشارك بيها، اللي هي الفن اللي بقدمه سواء كملحن او كمطرب. الفرصه جات لي في اني اشارك في بلادي مع عزيز الشافعي، وبشكره على الفرصه الظريفه دي. ما كنتش مرتب لها، ونزول الاغنيه دي في الوقت اللي نزلت فيه جايز هو احد اهم اسباب نجاحها. الوقت ده ما كانش فيه انقسام في الشارع المصري، كل المصريين زعلانين على اي حد بيقع، مع اختلاف بقى وجهات النظر السياسيه، بس ساعتها كله زعلان على اي حد بيقع. ولا ساعتها كان لسه فيه كلمه اخوان، ولا مش ما كانش فيه تصنيفات ساعتها، ما كانش فيه تصنيفات. فكان نجاح الاغنيه دي ظروفه متوفره، حدث قوي جدا، جلل ما حصلش لجيلنا تقريبا خالص، ما شفناهوش احنا، دي اول مره نشوف حاجه زي كده من يوم ما اتولدنا. ففرص نجاح الأغنية علشان برضو صادقة قوي في كلامها وفي لحنها كانت كبيرة. بعد كده أنا ما اتجرأتش لسبب، وما حبيتش أستخدم الموضوع ده لسبب، لأن أنا في الأول ما كانش ترتيبي أني هبقى بستخدم الجزء اللي هو الوطني ده في نجاحي، وما لقيتش نفس الظروف متوفرة تاني. فبرت أقوى موقع فني.